فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من غير هذه البلاد يقول: في بلادنا النساء يجتمعن في صالات رياضية ويرقصن تحت صوت الدف والطبل بدعوى التدريبات البدنية والرياضية، بدعوى التدريبات البدنية والرياضية، يقول: هل يجوز مثل هذا الفعل؟ الرياضة جائزة، الرياضة اللي فيها نفع للبدن جائزة بشرط الستر وعدم اطلاع الرجال على النساء، ومن بينهم رياضة للبدن لا بأس، أما ما زاد عن ذلك من الدفوه والغنى هذا حرام، لأن هذا من اللهو المحرم. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.